مساء الخير. مساء الخير. هلا ابو كيان. هلا. تتصدم كم النتيجه؟ النتيجه فرعه ثانيه هنا اشتغلوا لنا انا الحالية. بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك يا حبيبي. تتخوف وتعصى صوتي. بسم الله عليك. بسم الله عليك يا حبيبي. بسم الله عليك. خابر الحالية في المزرعة ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك يا حبيبي. كم النتيجة؟ ابو صفر تمام. اقول لك ما ادريش. ايه ما ادريش. ما كل الجو. لا دخل حمد الله ولا ما دخل؟ حمد الله دخلوه ولا ما دخلوه؟ موجود كنا. موجود حمد الله. موجود. موجود. ايه هاي يعني. حمد الله مع المغرب. ايه مو تداخل يلعب. لا موجود وياهم يعني. ايه بالاحتياط. بالاحتياط. ما شاء الله عليك متابع جيد يا ابو كيان. متابع جيد وتفهم كوره ما شاء الله بعد عمري والله. في ناس ترى يتابعون ولا يفهمون. اقدر احلل بعد الرفاق يسمونه. ايه احلل المباراه اقدر. تبي شاي ابو كيان؟ شاي اسوي لك شاي. لا ما بشاي. بروح اسوي شاي وباجي انا. زين ابو كيان اسوي لك شاي معاي؟ لا ما ابي. يلا بعد عمري. نعرف نجلس. لا 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 انا جيتك كلمتك. كني اسمع صوت هجمه. هجمه يمكن سجل المغرب. الوضع. استريح استريح. رجال. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بعد المباراه نتفاهم. بعد لا 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 ابو كيون. لا 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 ابو كيون. لا لا ابو كيون. وسع صدرك. وسع صدرك. بعد المباراه. بعد المباراه نتفاهم. بعد المباراه. خلي الواحد يتابع امريه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. والله ولا تدري عن الكوره. ليش ولا تدري عن الكوره؟ امشي بس امشي امشي امشي. ابيك ابيك في موضوع مهم يا ابو كيون. موضوع. والله موضوع مهم. زين بعد المباراه. الان ما يتاجل. ما يتاجل قبل لا يجي اخوك سامي. اخوك سامي جاي ترى شفته عند البقاله واقف يتقضى. قبل لا يجي اخوك سامي ابيك في موضوع مهم. استريح هناك ابو كيان. بعد اذنك يا حبيبي ابو كيان. تفضل تفضل منك ابو كيان. تصدق انك عزيز وغالي عندي ابو كيان. عزيز غالي تتصور فينا كذا. استريح استريح. انا دقيت على العامل قلت له من موجود في المزرعه؟ قال لي زجران. ايوه على طول شقلت سيارتي جيت. ولا ما لني يا جي حبيبي. شلونك طيب؟ ان شاء الله ان شاء الله. بعد انا اسف يا حبيبي. حبيبي اكرر اعتذاري واكرر اعتذاري واسافي للمره الخامسه حبيبي. انت تجرح وتداوي حبيبي. تجرح وتداوي. تجرح وتداوي. اقول لك ابو كيان انا احس ان علاقتك مع اخوك سامي مو بعجبتني. كيف؟ يعني كيف انتوا اثنين اخوان وهو يجي المزرعه بسياره وانت تجي بسياره؟ المفروض بسياره واحده. اي لا شلون يجي بسياره؟ هذا واحده. ثاني يا ابو كيان المفروض المفروض سامي مثلا الحين شفته في البقاله ويدري انك موجود في المزرعه. المفروض يرفع التلفون اخوي زجران موجود في المزرعه تبي اجيب لك شيء من البقاله. هذه الاخوه المثاليه يا ابو كيان. يعني اي المفروض انت بعدين انت اخر العنقود. صح. المفروض انت تكون المدلل. صح. تدري لو انت اخوي الصغير ادلعك دلع. ادلعك دلع. اي اخوي وكتكوت وحبيب واخر العنقود. اي اخر الحكوكه. اي اللي عنده اخو مثلك ترى نعمه يشكر الله عليها. والله انت تفكر روحك شوي ابو كيان. والله صدقت مريض والله. انت عائلتكم كلها لو ما فيه الا انت تكفي. تكفي ان تكون عائله عريقه. بس ما على يمكن ما عنده فلوس. ترى سمعتك كبيره انت بين الناس والناس كلها تحبك يا ابو كيان. لا والله. اي المفروض المفروض من هالطابل ذو اخوك سامي اخوي الكبير. اي المفروض العائلة. المفروض يا ابو كيان انه يصير بينك وبينه حب.
هذا احنا نحبه انا احبه وعزه. لا 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 ما بعجبتني العلاقه، المفروض تكون مثاليه اكثر. شو بهلك لازم يدلعك ويسويك يد هنا لا تنكتين. صح إيه انت اخر العنقود انت ابوي. بسم الله العظيم اول مره تقول شيء عادل. لا أس... والله العظيم سمعت اللي قلته. سمعت. تعال تعال يا نوري تعال، انت ما تلاحظ ان زجران ناقصه حنان؟ ناقصه واجد حنان والله. ما تلاحظ ان زجران المفروض يحصل له واحد يمسح عليه ودلع؟ يكفي ان اخر العنقود تدري احنا في عائلتنا اخوي الصغير اخر العنقود شو نسوي له؟ شهريا هديه. لاحظت عليهم اصير اخوكم صغير. لا لا ما يحتاج احنا بنسنع لك سويمي. صح صنعوه تكلموا عاد كلموا قولوا له نبي نسنع سويمي. زمان لازم نسنعه وده لازم يترتب لازم يترتب ويدلع. لا هذا والله مرتب بس ما توفق. ما توفقت اخو عادل. ما توفق ما توفق ولا بالله عليك هالولد الكتكوت شوف هالجميل ده امانه عليك. شوف شوف البراءة الفاجل لا يغرك جسمك النفيل. لاحظ عليه ملاحظ عليه ملاحظ عليه انه مكسور خاطره اليومين ما تلاحظ؟ والله تبي الصراحه حتى اكله قال ترى ما ظل زجران الاولي. ابا هو والله ما ترى الرجال كرامه دورار دورار ولا بكل شيء احنا نقدر نسويه ربعه في اشياء عائليه داخل الاسره. صح داخل الاسره المفروض يهتمون فيه داخل الاسره. صحيح هذا الله يسلمك انت ومسكو وقولوا. لا لا احنا بنعلمك الترتيب. احنا اول شيء نبي نختبر سامي. سوي له اول شيء اختبار. انا اجيب قاموره قاعد لا لا نسوي له اختبار قبل لا يجي النوري راح وقف اذا جاء علمنا اعطيك اشاره. اي ترى انا شفت ما شفته اشاره نجاط اللبن قارنيت ايه غيرها جوك الذيب. لا 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 تقول جوك الذيب خلاص جي تاركو قل اشتغلت المروحه اذا شفته جي قل اشتغلت المروحه بس ان شاء الله ما تشتغل من حينها. ايه زين يا ابو كيوان اسمعني احنا نبي نسوي اختبار حق سامي. صح كمية محبته لك كم؟ هو يحبني يقول لي انا اعز ما ينفع الكلام، الكلام ترى ببلاش. احنا نبي نشوف اخوك سامي الان كيف محبته ووقفته معاك. ايوه. اذا جي سامي ابيك تبكي. عشان نختبر رجال لو وقعت انت بكره في مأزق او مصيبة راح يوقف معاك ولا لا؟ اختبار بسيط. يعني اصيح. ايوه، تصور روحك تكسر خاطر وتبكي. ابكي. خلى يسأل ايش فيك ايش فيك لا تجاوبه. اخر شيء قل له انا يا اخوي اشتغلت مروحه اشتغلت مروحه جزامي مروحه مطبخ ما انت بتشتغل مروح اذا جزامي قل اشتغلت مروحه امشي امشي ابو كيان تكعين يغسل ثوبيا قل ما شاء الله يغسل ثوبيا شفته كاشخ يغسل يغسل تعال خلينا نكمل تعال خلينا نكمل كلام تعال خلينا نكمل كلام قبل لا يجي سامي. اذا جاء سامي باسل اذا جاء اذا جاء قل انسحبت المروحه ان شاء الله يلا يعني. خطا واحد الغبي ايه عرفت بسم الله ما عليه بسيط 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 ادخل في موجه بكاء بكاء عميق ايوه سألك شن ليش تبكي ليش تبكي قل له يا أخوي ودي أشتري موتر جديد وناقصتني 200,000 200,000 من أخوي 200 ما فكرتك ما بحلوة بحلوة. لا ما علي خل نختبره خل ما يطع ريال واحد ما يخالف خل نختبره خل نختبره اليوم عشان نعرف إذا شفناه ما أعطاك وجه نعرف نلومه بس ما نقدر نلومه يا أبو لازم نحطه امام الامر الواقع نبي نسوي له اختبار. اشتغلت شنو اللي اشتغلت؟ اشتغلت شنو اللي اشتغل؟ جا سامي؟ لا ها؟ لا سامي ما جاء ما جاء سامي ما بعد يجي له ما بعد يبغى لا جاء لا 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 خلاص 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 يا ابو كيان خلاص تعال خليه يولي خليه يولي خله يا ابو كيان ابو كيان شفته بعينك كل اشتغلت المروحه ان شاء الله وقفناه كم الباب لا جاء قول اشتغلت المروحه المزرعه شفته بعينك كل اشتغلت المزرعه وبدل المروحه غبي 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 يا ابو كيان غبي ذا تالي بعدهم ايوه عرفت الترتيب نبي بكاء وحزن نبي نشوف سويمي ينكسر خاطره عليك ويدفع انت اغلى ولا الفلوس عنده اغلى اتفقنا؟ انت جرب جرب يا ابو كيان جرب يا ابو كيان جرب